قعد صد قوي لينهي الشوط الثالث والمباراة 25-18 في فرحة عارمة، وانتهت البطولة واقتنص المارد الأحمر اللقب الـ16 على صالة الملك عبد الله الفيصل في أجواء ومنافسات يسودها الإصرار والتحدي من نجوم النادي الأهلي. ألف مبروك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك أعضاء مجلس الإدارة، ألف مبروك لكل محبي الكرة الطائرة داخل النادي الأهلي في وجود وحضور السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، السيد مجيد رئيس الاتحاد التونسي الجديد للكرة الطائرة، وكل محبي الكرة الطائرة شكرا للنشاط الرياضي داخل النادي الأهلي، شكرا للجهاز الفني، وشكرا للاعبين النادي الأهلي اللي قدروا وان هم يحققوا فوز مهم باللقب الـ16 والبطولة الـ45 للكرة الطائرة للأبطال للرجال. فرحة عارمة ونتيجة ومجهود موسم بحاله ما بين جهاز ولعيبة، وهو شايفين بقى الوفاء والعرفان بالجميل لكل الجماهير، الجماهير المحبي الكرة الطائرة والعاب الصلاة كلهم رايحين أول حاجة يعملوها يحيي الجمهور. وبكده النادي الأهلي بيضمن المشاركة ببطولة العالم للأندية بعد التتويج باللقب الإفريقي لرجال الطائرة. أبطال إفريقيا طبعاً، ألف مبروك لأبطال إفريقيا، ألف مبروك لكل محبي الكرة الطائرة وألعاب الصلاة، ألف مبروك لنجومنا كلهم، ألف مبروك لكابتن الفرقة عبد الله عبد السلام، ألف مبروك لأحمد صلاح، ليوسف الصافي، ألف مبروك لعبد الحليم فهيم، ألف مبروك لحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن الحسيني ومحمد عصران، ألف مبروك حسام يوسف وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد محسن، وألف مبروك لعزب وجارسيا اللي قدروا يعملوا نتيجة بشكل جيد في بطولة بدون ولا شوط، قدروا إن هم يفوزوا 3-0 في كل اللقاءات بدون تهاون. واضح مجهود الجهاز الفني الممثل في الأسباني فرناندو مونزو المدير الفني، واضح قدامنا حب شديد من اللعيبة إلى محمد السيد المدرب العام ومحمد الحسيني مدرب الفريق وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق وأسامة وشادي وإيهاب فخر الدين وإسلام موسى وأسامة طعيمة محمد شهير وشريف صلاح وكل الجهاز، جهاز النادي الأهلي. فعلا مجهود واضح، ما كانش يتوج النادي الأهلي بطلا لإفريقيا إلا بمجهود شديد وتحديد للمهام في بعض الأوقات. كلنا في قمة سعادتنا، كلنا مبسوطين زي ما جمهورنا مبسوط بالفوز الغالي، كلنا شايفين بطولة غالية بيحصدها شباب النادي الأهلي، فريق مكون من عناصر خبرة كبيرة جدا ممثلة في عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وحمادة عثمان وحسام يوسف. وبكده مشاهدينا بشكركم، والميكروفون مع الزميل والكابتن هيثم السعيد، وكل الشكر لضيوفه الكابتن احمد زكريا والكابتن محمد صلاح والكابتن محمود رؤوف ومحمد كتاب. شكرا وإلى اللقاء.